فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بماذا تنصحوننا وفقكم الله في هذه الأيام التي كثرت فيها الأهواء والفرق والتبديع والتكفير، وكل يدعي أنه على الحق، فماذا نصنع؟ عليكم بطلب العلم، عليكم بطلب العلم الصحيح من أهل العلم، تعرفون إن شاء الله كيف تتعاملون مع هذه الأشياء. ما ينجي من هذا إلا العلم الشرعي، العلم الصحيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.